بموت في الأكل المغربي. ما كاينش بحال أتاي مغربي. السلام عليكم، لاباس عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم نهار جديد، فلوغ جديد، رمضان اديشن. اليوم نهار الثالث ديال رمضان، عاد سالينا الفطور ديالنا وقلت مع ساره اختي غادي نخرجوا نديروا شي خريجه ابخي الفطور، وبغينا نشاركوا هاد الليله معكم. يلا ومعنا الي جايز، ليتس جو. اليوم نهار جديد، فلوغ جديد. بوم، مرحبا بكم في هاد البلاصه سميتها قهوه هاوس، كاينه هنايا في لومبارد الينوي الا كنتو نتوما في جويه ديال شيكاغو. كلشي هنا عندهم اورغانيك، كلشي كيتصوب هنا عندهم ان ذا شوب. هادي هاد البلاصه عاد حلات وشفتها الصراحه في تيك توك، وقلت زعما باغا نجربها نديرو شي حاجه جديده، نبدلو الجو، نبدلو لا روتين ديال الصيام ورمضان ابخي الفطور. السلام عليكم، اسمي داليا، صاحبه ساره من فلسطين. رمضان كريم. كتحشم والله الا كتحشم. انا بموت في الاكل المغربي. تموت عليا تا انا. نو انتم اخوتي شوفوا معايا هاد الجيلي من زهره شريتو، عاجبني، فكرني بحال داكشي اللي كتلقى في المغرب، واجواء زوينين بزاف، داكشي علاش لبستو اليوم. الطابله ديالنا، سو هاد البلاصه كتبيع كلشي من اليمن، اتاي يمني، قهوه اتاي يمنيه، وحتى الباتيسخي وداكشي ديالهم كاين هنايا، ولكن حنا خدينا غير الدرينكس اتاي وقهوه. هذا اتاي يمني سميتو الجباني، كيديروا فيه الحليب والقرفه والشنجنبر، حتى هو كيكون هنا لداخل، وبس زوين السراب ديالهم. كاينه هاد الشماعه كاينه لتحت اللي كتخلي القهوه ديالك سخونه، سو خدينا هادي نجربوها. وتا هذا قهوه تايا يمنيه كحله، دايرين فيها جينجومبغ القرفه وداكشي. كاين هنا شماعه لتحت كتخلي داكشي تا هو سخون. وهنا لهي خدينا اتاي يماني تا هو غير اتاي كحل. صافي هادي الطابله ديالنا، غادي نشربو هادشي وغادي نقول لكم واش هادشي زوين ولا لا. مرحبا بكم في القهوه هاوس. بوم، احنا وصلنا البلاصه الثانيه فين غادي ندخلوا ناخذوا شويه ديال السويت. هاد البلاصه سميتها زمزم سويت ومعروفه بكنافه. you
هادشي زوين وبنين بزاف بزاف. لقينا هنا الاجواء زوينين اكثريه لا بلوبار ديال الناس اللي كاينين هنايا عرب. سو اجواء رمضان كاينين. المهم دابا حنا غادي ناكلو كنافه ديالنا وشويه غادي نمشيو للدار باش ناكلو السحور. علي جايز ليتس جو. اليوم الفلوغ كان خفيف وظريف ودابا غنخليكم هنايا تصلاو ليا بزاف بزاف فريوسكم حتى نشوفكم فلوغ اخر. علي جايز انتل نيكست تايم.